شنت القوات الإثيوبية قصفا مدفعيا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني، وأسفر القصف عن إصابة جندي سوداني بجراح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلبات بولاية القضار في شرق السودان. يشار إلى أن المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا شهدت في أواخر أيار مايو 2020 توترا عسكريا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مع القوات السودانية، ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أواخر الشهر الماضي استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم بعد اعتداء على حد قولها على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين. قالت الخارجية الإثيوبية إن قرار تعبئة سد النهضة لا تحتاج إلى موافقة أي طرف دولي. جاءت تصريحات الخارجية ردا على الشكوى التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت إثيوبيا أن الخطوة المصرية لا تأثير لها وتأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار. وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة قبل أيام، وطلب المجلس بالتدخل لحل الأزمة. ينضم إلينا عبر خدمة السكايب من إثيوبيا عبد الشكور عبد الصمد، باحث إثيوبي مختص في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك. يعني نتحدث هنا عن هجوم استهدف بالطبع يعني معسكر أو مركزا عسكريا سوداني بالطبع. ما هي تداعيات ذلك على مسار المفاوضات، علما أن كانت هناك مفاوضات فيما يتعلق بالحدود السودانية الإثيوبية، وهل هناك تصريح من قبل إثيوبيا حول هذا الهجوم؟ حقيقة لم يصدر إلى الآن تصريح فيما يتعلق بهذا الخبر، وأنا استبعد حقيقة أن يكون هناك يعني الجيش الإثيوبي أن يقوم بعمل كهذا. وكما هو معروف يعني هناك ميليشيات حقيقة خارج عن القانون في هذه المنطقة تنشط في هذه المنطقة، والأحداث بين المنطقة معروفة، فلهذا استبعد جدا يعني. وأنا يعني كل يقين انه يكون هناك يعني اي موقف من الجيش الاثيوبي بهذا الشكل. نعم، يعني في السابق كانت هناك هجمات سابقه ايضا على المنطقه الحدوديه، وهناك كانت العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعه بين السودان واثيوبيا بالحدود. هل فعلا لهذه العمليه، وان صح التعبير وان تم رصد ذلك بشكل رسمي او الاعلان عن ذلك بشكل رسمي، تداعيات على مسار المفاوضات؟ حقيقة كما قلت لك أخي، هي ميليشيات ويعني وهي عصابات مسلحة، وليست ميليشيات، هي عصابات مسلحة موجودة في هذه المنطقة. فبالتالي يعني ليس يعني لا يقوم الجيش الأثيوبي بأي حال من الأحوال بعمل كهذا. نعم. والهدف قد تكون هذه المفاوضات حقيقة يعني لتعكير الأجواء الإيجابية والأخوية يعني والودية اللي موجودة بين البلدين. قد نعم. يكون هذه العصابات يعني تعكير نعم. هذه الأجواء، فبالتالي هي العلاقات بين البلدين استراتيجية. نعم. سيد بأي حال من الأحوال أن تتأثر. سيد عبد الشكور، يعني بالطبع قبل قليل أصدرت الخارجية الإثيوبية أيضا بيانا فيما يتعلق بخطوة مصر تقديم شكوى لمجلس الأمن فيما يتعلق بسد النهضة. هل أحرجت مصر إثيوبيا في هذا الملف عندما توجهت إلى المحافل الدولية؟ وهل هناك مخاوف في حال تم إقرار قرار أو استدراج قرار في مجلس الأمن فيما يتعلق بالسد؟ هو كما قال السيد رئيس وزير الخارجية الإثيوبي، مصر تريد تهرب من الاستحقاقات التي تترتب على العملية التفاوضية، وليس عندها الإرادة السياسية للاستمرار، فبالتالي هي تهرب إلى الأمام. وإثيوبيا لا يعني لا يحرجها هذا، لأنه يعني هذه المرة الثالثة هي التي تذهب فيها مصر إلى مجلس الأمن، وما عجزت عنه من الحصول عليه بالمفاوضات لن تحصل عليه يعني عبر تدوير القضية. نعم. السيد عبد الشكور عبد الصمد الباحث الإثيوبي المختص في الشؤون الإفريقية حدثتنا من أديس أبابا، أشكرك جزيل الشكر.